بمناسبة الإعلام المصري، سيد علي قال لك إحنا ما عملناش جريمة، إحنا وقفنا مع السعودية بس. تحية للإعلام المصري ولو كره الكارهون. الإعلام المصري عمل إيه؟ الإعلام المصري قال باختصار شديد جدا إن السعودية اللي وقفت جنب مصر وساعدت مصر بموقف رائع من الملك عبد الله والأمير سعود الفيصل بعد 30 يونيو، المصريين عندهم أصل. نحن مع المملكة العربية السعودية، وقلنا كده لا نتمنى أن تكون السعودية على المستوى الرسمي متورطة. الشعب اختار القيادة وفقا لعرف عندهم. نحن مع ظالما ومظلوما، لأن ما أقدرش أبقى مصري وأشوف السعودية عملت إيه مع مصر في وقت أزمة شديدة جدا، العالم كله ضدك وأمريكا بتحاربك وأوباما بيحاربك وفرنسا واخدة موقف وألمانيا. حقيقة مش جديد يعني الإعلام المصري عار 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 ما بعده عار حقيقة، وأكاليل العار اللي بتجلي البلاد للأسف كثيرة، لكن الله غالب. قال لك انصر أخاك ظالما أو مظلوما. سيد علي يعني هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال كده، وكل مرة بأكدها لحضراتكم، لكنه لما سئل عرفنا كيف ننصره ظالما، فكيف ننصره مظلوما يا رسول الله؟ قال ترده عن ظلمي، لا تشاركه في جريمته وتسهله وتطرمق عليه، لكن دي عصابة وعصابة نتنة. في وقت أزمة شديدة جدا، العالم كله ضدك وأمريكا بتحاربك وأوباما بيحاربك وفرنسا واخدة موقف وألمانيا واخدة موقف وإفريقيا مقطع علاقات معاك والإخوان بيصولوا ويجولوا بره، والسعودية تطلع تقول اللي هيجي جنب مصر أنا هعوض مصر وهقطع علاقاتي مع أي دولة هتسيء لمصر. ما أقدرش أتخلى عن السعودية. في مجموعة أخطاءات تتحاسب وتعدم وتحاكم، إنما أنا ما أقدرش أتكلم السعودية. النظام الحكم في السعودية، نظام الحكم السعودية ليس حبا في مصر لكن خوفا على العرش، عرش الملكي. السعودية اشترت الخاين واشترت بعض قادة القوات المسلحة الخونة في مصر عشان خاطر السعودية مش عشان خاطر مصر، لأن مصر الحرة هي عدوى هتعدي المنطقة كلها، هكذا السعودية على يقين، وإن المنطقة كلها غاصت في العار لما مصر وطت راسها، ومصر موطية راسها من كتير للأسف الشديد، ومصر لما ترفع راسها كل حاجة هتتغير، كل حاجة هتتغير شاء من شاء وأبى من أبى. السعودية على يقين من ده، عشان كده وقفت ودعمت القتل والديكتاتورية والسجن والحبس والاعتقال وكل مظاهر الإجرام في مصر عشان مصلحة السعودية مش عشان مصلحة مصر. مش بس كده، مصر في حتة تانية خالص عن طريق الإعلام النتن. بكر طلع بعد كان بيقول لك مش ممكن السعودية تعمل كده، طلع يقول لك إن السعودية لازم تتهم أردوغان إن هو السبب عشان ما قال لهمش. أنا أستاذ سيد بوجه الاتهام مباشرة لأردوغان بأنه شريك في هذا العمل الإجرامي اللي تم. شريك ازاي؟ اولا هو النهارده كشف النقاب عن انه في ثلاثه قال انهم من الامن السعودي جاءوا قبل الحجز بيوم. طب انت عارف ما سالتش وما قلتش الناس دي جات ليه رغم ان بطاقاتهم مكتوب فيها. اثنين قلت انكم انتوا بتتابعوا ال 15 من اول ما جم. طيب ما سالتش ولما راح السفاره كنت بتتابعهم او القنصليه. طب ما قلتش ما تدخلتش وقلت الناس دي جايه ليه؟ ما منعتهمش من السفر ليه؟ نمره اثنين يتردد ان السيده خديجه جنكيز اللي بتقول على نفسها خطيبه جمال خاشقجي بلغت الشرطه التركيه بعد نصف ساعه بالضبط من دخول جمال خاشقجي للقنصليه. هو دخل الساعه 1 هي واحدة وده مش طبيعي يعني تدخل لكن مصر. لكن قيل لها اعتبر البلاغ ده ما حصلش واعتبري انك انت هتبلغي الساعه 6. دي علامة استفهام. هذه المعلومة لم تتردد في أي حتة في العالم، حتى في السعودية ذات نفسها المتورطة. لا الاتهام لأردوغان ولا حكاية إن خديجة بلغت بعد نص ساعة، ده احنا علامة الاستفهام اللي عندنا على خديجة من أول الوقت واللي قلناها أكتر من مرة إن خديجة اتأخرت. خديجة اتأخرت في التبليغ.
خديجة اتأخرت في التبليغ. قال لك يمنحهم، يمنحهم على أساس إيه؟ هو راصد دول وعارف دول جايين يعملوا إيه؟ بقول لك السعودية نفسيها لم تجرؤ إنها تقول كده، إنما الخدامين ملكيين أكتر من الملك. لكن قيل لها اعتبر البلاغ ده ما حصلش، واعتبر إنك أنت هتبلغي الساعة 6، دي علامة استفهام. ده كلام ده مؤكد يا أستاذ مصطفى؟ هذه معلومات تتردد. دي علامة استفهام. وإلا قول له هي نفسها طلعت قالت أنا اتصلت الساعة 6 فقالوا لي ده خرج. فأنت اللي قاعدة تقولي وعارفة إن المعاملة مش هتاخد أكتر من 5 دقايق، تصبري لغاية الساعة 6 من 1 لـ6 5 ساعات ما تتصليش. لا هي اتصلت ولكن قيل لها استني ما تعملي نفسك ما اتصلتيش بيها. عشان كده أنا بقول اليوم وما حدث اليوم هو أبلغ دليل على عدم علاقة الأمير محمد بن سلمان بالحادث. هذا تصرف داخل السفارة، كان المطلوب ان الشخص لا يجيبوه ويودوه السعودية عشان يدخل في حوار والسياسة اللي هم بيقولوا عليها جلب المعارضين. حصلت مشكلة وتوفي الرجل. لا يجب بأي حال من الأحوال ان يبقى الهدف هو ضرب المملكة العربية السعودية. هلا المعلومة دي اكيد يا أستاذ مصطفى؟ قالوا لا بيتردد. طبعا خد فشار انت وهو، ما تدوش تنسوا لاخواتكم، دوش تدوا لاخواتكم ضروري يعني، خد الفشار. بكري قال لك في مشهد هستيري هنعلن القتال من اجل السعوديه. يا جماعه احنا ما سمعناش اصواتكم في اللي ماتوا واللي بيموتوا في دول اتمزقت. وبعدين جمال خشوقي جريمه بيحاكموا، انما انت عايز السبحه تفك واحده واحده، لن نسمح لكم وحنفضحكم في كل حته وحنتكلم بكل قوة وإيمان وعزيمة. لن نسمح بسقوط بلد الحرمين أبدا. لو كل الشعب العربي، لو كل المسلمين نزلوا عشان يقاتلوا جنبا إلى جنب، لن نسمح لكم بمساس الأرض المقدسة. قبل ما يخرج من الاستديو، قبل ما يخرج، دي مش يتردد، دي حقيقة، أم كاتب للسعودية تمويل الجريدة محتاجة دعم بس 10 مليون. على فكرة من الناس اللي طلعت عليهم وثائق ويكليكس السعودية المتعلقة بالسعودية، لما كان طلب عشان تحويل الأسبوع من جريدة أسبوعية لجريدة يومية طلب مبلغ كده، والسعودية مقطوع ادته له زي ما ادت لام تي في، زي ما ادت اشتري طال عمرك اشتري. المشهد الاستيري ده قال لك دي مؤامرة. يا عمي السعودية اعترفت، اللي مش عاجبه يشرب من البحر، هي مؤامرة. ايه لماذا المؤامرة على المملكة العربية السعودية الآن؟ انتوا بتطبقوا الشعار بتاعكم؟ ولا خايفين من سياسة التحديث والإصلاح والنمو الاقتصادي الرهيب اللي بيحصل في المملكة العربية السعودية الآن، واللي اتكلم عليه الأمير محمد بن سلمان وقال بالأرقام، وخايفين من دولة تصعد؟ هذه مؤامرة ذات أجندة سياسية، لكن الأجندة سترتد إلى أصحابها، وبكرة هفكركم ستنجو المملكة وسينجو الأمير محمد بن سلمان من المؤامرة التي تحاك ضده. واللي عايز يشرب من البحر يشرب، إذا ما عجبهوش البحر يشرب من الترعة، لكن المملكة وكل قطر عربي هندافع عنهم وعن كيان الدولة الوطنية حتى اللحظة الأخيرة، وسننتصر على كل المتآمرين على هذه الأمة. ألا طير انت. السعودية ستقدر هذه الكلمات كثيرا حقيقة، من معرة تاريخي حقيقة. نادرة أن يجود الزمان بمثله، نادرة أن يجود الزمان بمثل بكورتي. أيقونة. مش بس كده، واحد من المحرضين قال لك إن السعودية لازم تقول إن أردوغان شريك في الجريمة. بعد صدور البيان السعودي الرسمي بالاعتراف بالقتل الخطأ لجمال خاشقجي في القنصلية، بدأ اللعب التركي تاني. وهنا السؤال، لو فكرت شوية كده، كل التسريبات اللي خرجت للإعلام العالمي، لوسائل الإعلام العالمية، القنوات والصحف والمواقع وللجزيرة، خرجت منين؟ فالإجابة المنطقية أنها خرجت من الجهات الأمنية التركية.
لان انا عايز اقول لحضراتكم بعد محاولة الانقلاب على اردوغان تقريبا مفيش شبر في تركيا الا في كاميرات. واقول لكم اكتر انه اردوغان لانه مشتبه في بعض الدول اللي كانت داعمة للانقلاب عليه فبيراقب مؤسساتها الدبلوماسية، فليس مستبعدا بالنسبة لي انه اردوغان كان بيتصنت على القنصلية السعودية بشكل واضح جدا. تمام؟ فهنا الراجل عنده كل المعلومات. معنى كده يا جماعة ان المجتمع الدولي الذي يسأل السعودية التي اعترفت بانها قتلت هذا الصحفي عن طريق الخطأ لابد ان تسأل اردوغان الذي صمت على هذه الجريمة ما يقرب من 18 يوم وهو عنده كل تفاصيلها حتى يستطيع ان يحقق مكاسب سياسية من وراء هذه الجريمة. احنا قدام شريك في الجريمة بشكل واضح جدا. تقول لي بقى بتتلكك ما بتتلككش، انا بقول لك بالمنطق، انا بقول لك اللي جاي لي اللي هو جالي بالصدفه وجال مصطفى بكري الفكره نفسها. قال لك انا بقول لك بالمنطق، حقيقه منطق. قال لك السعوديه بعد ما اعترفت بالقتل الخطا عربيه دسته الله يرحمه، تقطيع وتشريح، عربيه دسته. ما بقول لك مصيبه، شوف ربك لما يحب يذل اعناق الفجر والسفاحين فتبقى براءتك انك تقنع ان انا طرطور. انا طرطور يا ناس، انا طالمنشاري طرطور يا ناس، صدقوه انا طرطور. قال لك القتل الخطأ، شريك في القتل. شوف حضرتك كل اللي بيقبضوا من طال عمره لو في ثغرة ينفذوا منها ما كانوش سابوها للاعلاميين الفطاحل المصريين، لو في ثغرة ينفذوا منها ما كانوش سابوها. يا ابني ده اكبر شوار رز في التاريخ يا ابني. ثغرة لا كوشنر كان سابها، ده ايفنكا متشعتفة بس. ايفنكا متشعتفة دخلت في ثانية دنيا المليونيرات ودخلت تحقق رقم، يعني مش بالساهل، مش دخلت وبدأ بقى مليون كملت لا يا نهار ابيض. وخديجة واردوغان متورطين، هي ترسل خديجة واردوغان متورطين، ويبدو انه التأخير ده لاصطياد، انت عارف لما تسيب الشبكة اكتر فاحتمال انها ربنا يعني بدل ما يبقوا 10 سمكات يبقوا 15، وليس على الله ببعيد. الشبكة بتلم طبعا، مجهودات عايز اقول لحضرتك، مجهودات من نار بيعملها العميل الصهيوني وشاهن شاه في الضلمة لمحاولة انقاذ رقبتهم، مش رقبة محمد بن سلمان، ان هي رقبة واحدة. فطالعة بقى الحاجات اللي روسيا وضغوط ومشاوير واتفاقيات وقصص عشان ينجو التحالف المجرم.